حياكم الله من جديد. 4310 مدينة المعرفة الاقتصادية. سأقوم بتحليل جميع مستويات السهم على المدى البعيد والقصير والمتوسط. هذا المحتوى يقدم لكم من قناة خلف أسهم على اليوتيوب. تجدوني بالبحث بعبارة خلف أسهم. أقدم محتوى مفيد تعليمي ترفيهي عن السوق الأمريكي والسوق السعودي. أحب أذكركم أن كل ما يطرح من محتوى هنا هو عبارة عن محتوى ترفيهي تعليمي غير ملزم لأحد وليس دعوة لبيع أو شراء. طيب، نبدأ على بركة الله بالمستوى بعيد المدى، الشارت أو الرسم البياني الشهري. حسب ما هو واضح برأي المتواضع أن السهم إيجابي على المدى البعيد. هنا قمة وهنا قمة أعلى منها، هنا قمة وهنا قمة أيضا، وهنا قاع وهنا قاع أعلى منه، وهنا أيضا قاع أعلى من سابقتها. طبعا عندنا الآن السهم يرتاح قليلا بعد مستويات الارتفاع القوية التي حققها السهم في السنتين الأخيرتين، تقريبا من 8 ريال إلى قريب 24 ريال، تقريبا 200% أو 180% في ظرف سنتين. هذا ارتفاع قوي جدا، ولابد السهم أن يرتاح ويتراجع قليلا حتى يؤسس مناطق جديدة له لينطلق من جديد. هنا الآن هذه القمة حققها أعلى سعر له منذ عام 2015، وهذا يعتبر علامة قوة وعلامة إيجابية في السهم. هذا لا يعني أن المتداول يدخل مباشرة، لا، يجب عليه أن يعمل البحث الذي يطمئن له قلبه، أي أشياء أو أي معلومات يحب الاطلاع عليها من حقه، ويستنير سواء برأيي أو بغيري، رغم أنني أقول كل ما يطرح هنا هو عبارة عن محتوى إرشادي لا يجب عليك أن تعتمد عليه في البيع أو الشراء. طيب، المستوى المتوسط هنا، لاحظوا السهم كان فوق متوسط 200 يوم لفترة قريب السنتين، وهذه علامة إيجابية، ولا زال على الرغم من هذا النزول القوي لا زال فوق سهم متوسط 200 يوم، وهذا من العلامات لقوة السهم. لاحظوا هنا هذا خط الاتجاه، منذ أن كسرنا خط الاتجاه هبط السهم مباشرة، فهذه من أدوات التحليل الفني المهمة، ولكن من يجيد رسمها؟ أنا لا أدعي أنني أجيد، لكن أحاول أن أعمل ما بوسعي، وهي فعالة جدا هذه الأدوات للتنبؤ بالتحرك وحركة السهم، خصوصا القراءة السعرية لشكل الشمعات لمسار السهم لفترة طويلة وقصيرة المدى. كل هذه عوامل يجب أن تتوفر في كل من يريد قراءة السهم ويحاول التنبؤ بحركة السهم السعرية المستقبلية بناء على سلوك المستثمرين في الفترة السابقة. فالمدى المتوسط أيضا قوي، أرى قوة في السهم، قمم أعلى من سابقتها وقيعان أدنى أعلى من سابقتها. حتى لو كسرنا هذا الترند لا يزال السهم قوي، لكن سيعاني للأسف على المستوى المتوسط، وطبيعي أن يأخذ قسطا من الراحة إن صح القول بعد هذا الارتفاع القوي في فترة قصيرة. السهم لديه نقاط 10 ريال و13 ريال و24 أو 23 ريال. هذه المستويات التي واضحة أمامي. أنا لو اشتريت في السهم سوف أشتريه بمستويات عند مستويات 13 ريال، بشرط على أساس على أمل أن يتماسك السهم عند 13 كي لا يذهب إلى 10 ريال. هذا ما أستطيع قراءته على المستوى المتوسط. دعوني أرى أنا وإياكم المستوى قصير المدى.
لاحظوا هنا يظهر خط الاتجاه بشكل أوضح. لاحظوا هنا عندما كسر خط الاتجاه لم يستطع التماسك وذهب في هبوط مباشر أشبه بالعنيف، يعني هنا 6% ثم 4% 3% مستمر عندما يكسر خط الاتجاه. الأهم أن تجد من يرسم خط الاتجاه بشكل صحيح، ويجب عليك أيضا أن تتدرب أنت كيف ترسم خط الاتجاه حتى تستطيع أنك تحلل بنفسك دون الاعتماد على أحد. فهنا 13 ريال التي تعتبر مستوى دعم ومقاومة للسهم، وهنا 10 ريال. هنا عندما قاوم 13 ريال كسرها ثم ذهب بقوة مع ارتفاع في حجم التداول، هذا يدللنا على قوة هذه النقطة التي هي 13 ريال ومحوريتها في تحرك السهم. السهم جميل ولطيف وخفيف، وأعتقد أنه إن شاء الله له مستقبل في الفترة القادمة. هذا رابط أو صفحة الشركة على موقع تداول 413 مدينة المعرفة الاقتصادية، وهي شركة تعمل في قطاع العقار وإدارة وتطوير العقارات. أتمنى أنني وفقت وقدمت لكم محتوى تعليمي إرشادي يساعدكم في قراراتكم. أسأل الله لنا ولكم الرزق الوفير، ولا تنسوا دعمنا اشتراك ولايك، وبدعمكم يستمر العطاء. هذه القناة وجدت لأجلكم، وأحاول على قدر الاستطاعة أن أقدم لكم كل ما يساعدكم في رحلة الاستثمار. فلذلك لا تنسوا اللايك ونشر القناة حتى يزيد إن شاء الله العطاء، وأقوم بتحليل كافة الأسهم بإذن الله. شكرا لكم ومع السلامة.